متابعينا الكرام على العرائش انفو، نرحب بكم في هذه الجولة المباشرة في المركز التجاري طنجي سيتي مول. كيف ما كتشوفوا أجواء البهجة، مجموعة من الزوار اللي كيجيون هذا الفضاء الجميل. ما كتشوفوا صور جميلة هنا في المركز التجاري طنجي سيتي مول. إذا كيف ما كتشوفوا مجموعة من المواطنين اللي كيزوروا هذا المركز التجاري بطبيعة الحال، اللي كيشكل من ثلاثة ديال الطوابق، كاين مجموعة من المحلات من العلامات من الماركات التجارية الكبيرة كيف ما كتشوفوا، يعني مجموعة من المواطنين السكان ديال طنجة والزوار ديال طنجة. فرغم الجائحة ورغم يعني هاد الظرفية الصعيبة، ولكن كما كتشوفوا يعني مجموعة من المواطنين يعني كيزوروا كما كتشوفوا يعني في سيتي مول. إذن تحية كبيرة لكل المتابعين والمتابعات ديالنا في موقع العرائش انفو، كنحييكم من هنا مباشرة من المركز التجاري طنجي سيتي مول اللي كيتواجد يعني بالقرب من محطة القطار طنجة المدينة، وبالقرب كذلك من فندق هيلتون. إذن ثم معنا في هذه الجولة من طنجي سيتي مول، كيف ما كتشوفوا يعني مجموعة من الديكورات طبيعة الحال احتفالا بالسنة الميلادية الجديدة 2021 اللي كنتمنوها تكون سنة سعيدة عليكم جميعا. اذا كيف ما كتشوفوا يعني مجموعة من الناس اللي كتجي كتقضي اوقات ممتعة هنا في المركز التجاري. طبعا الحال تحية لكل المتابعين ديالنا ديال موقع العرائش انفو. كما كتشوفوا هنا كاين بيع ديال الكمامات كذلك العطور الملابس، يعني كاين العديد من الماركات التجارية لا ديال الرجال ولا ديال السيدات كذلك. إذن دائما أنتم معنا على العرائش أنفو في هذه الجولة، العرائش أنفو اللي كتقدم لكم طبيعة الحال هذه المفاجآت في السنة الميلادية الجديدة، يعني هذه الفيديوهات وهذا البث المباشر من مختلف المرافق السياحية اللي متواجدة طبيعة الحال في مختلف مدن المملكة، واليوم في هذا المركز التجاري طنجي سيتي مول بمدينة طنجة. إذن هنا مجموعة من الأطفال كياخذوا صور تذكارية بهذه المناسبة. إذن متابعينا الكرام وصلنا للنهاية بهذا البث المباشر، كيف ما كتشوف عملنا جولة صغيرة وقصيرة بالمركز التجاري طنجي سيتي مول. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، على أمل طبيعة الحال نلقاكم في فيديوهات قادمة دائما مختلف المرافق السياحية بعروس الشمال مدينة طنجة. كيف ما كتشوفوا الآن حنا كنغادروا المركز التجاري طنجي سيتي مول. كيف ما كتشوفوا المدخل كيحافظ على يعني التباعد الاجتماعي كذلك الإلزامية ديال الكمامة والتعقيم يعني أمور أخرى. كيف ما كتشوفوا مركز تجاري يعني جا قريب من
محطة القطار طنجة المدينة. سمعيكم بخير، كلشي مزيان ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يعينك. دانا انا تلقيت واحد الصديق اليوم السبت كيف ما كتعرفوا كيخرج مجموعة من العائلات الزيارة وتبادل، يعني وكذلك يدوزوا وقت ممتع. كما كتشوفوا هنايا فندق هيلتون، احد اكبر الفنادق، وهنا محطه القطار طنجه المدينه. اذا متابعينا وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، كنشكركم، على امل نلقاكم ان شاء الله في مناسبات قادمه دائما في هذه الجولات السياحيه اللي كنقوم بها في مختلف المرافق اللي كتهم مدينه طنجه و النواحي. إذن هذا محسن النعيمي يحييكم، تحيات كذلك لكل المتابعين المتابعات ديال موقع العرائش أنف. إذن شكرا لكم وإلى اللقاء.